يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما أعظم النعم؟ القرآن. النبوة رفعت بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالقرآن من أعظم النعم وأجلها. كيف يحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده؟ صاحب القرآن يتلوه أو يقرأ عليه أو يعلمه الناس ويبينه له، فهذا من أعظم النعم. نعمة المال، يرى العبد عليه من الثياب ما يستر عورته، ما يجمل هيئته، في غير سرف ولا مخيلة. كذلك من أعطي حظا من جاه يرى عليه ذلك في سعيه لليتامى والمساكين والأرامل ومن قعدت بهم الحاجة. كل ذلك يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.